يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض البلدان يوجد هناك شكل رباعي يشبه الكعبة، ويقال للعوام من لم يستطع الحج فليحج إلى هذا الشكل، فهل يعتبر من التوسل أو هو من الشرك؟ هذا باطل، هذا باطل، ما فيه كعبة على وجه الأرض إلا الكعبة المشرفة، فهذا من الباطل. هذا يجعلون كعبة تشابه الكعبة المشرفة، ويشرعون للناس طواف بها وزيارتها، واللي ما يقدر يحج يروح لمها، هذا من الكفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله وشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ هو جاء إلى هيئة كبار العلماء سؤال عن اللي يجعلون شكل الكعبة، يعلمون الناس الحج، يعلمون الناس الحج ويجعلون لهم شكل علشان من باب التدريب، فأصدروا القرار بمنع هذا، أنه لا يجوز أن يعلم الناس المناسك بهذه الطريقة وأن توضع لهم شكل الكعبة عندهم. نعم. فكيف باللي يقول أنها تكفي عن الكعبة؟ ما هم من باب التعليم أو هذا، يقولون تكفي عن الكعبة، اللي ما يروح للكعبة يكفي هذا، واللي ما هذا مثل اللي يقول تروحون للقبور أفضل من راحتكم للكعبة كما سمعتم. نعم.